من مخلاف حكم في جازان، منحدر الأصل واحد من أبرز قادات الفتوحات الإسلامية، واللي كان له دور كبير وجوهري وتأثير قوي على مجريات الأحداث، والملقب ببطل الإسلام وفارس أهل الشام، الأمير الفاتح أبو عقبة الجراح بن عبد الله الحكمي. معكم أنا عمرو كريري، وهذا اللي راح نتكلم عنه في الفيديو اليوم. فاعملوا لايك للفيديو واشترك في القناة ولا تنسوا الجرس، ويلا نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ونبدأ. كيفكم يا غوالي؟ عساكم طيبين، شايك بالنعناع يا عزيزي المتابع ومسلياتك، وبسم الله نبدأ. أبو عقبة الجراح بن عبد الله الحكمي، الوالي الأموي على سجستان، ولد ونشأ في دمشق في العقد السادس الهجري من القرن الأول، وهو من التابعين أو التابعين، وكان يلقب ببطل الإسلام وفارس أهل الشام والأمير الفاتح، ويرجع أصله من مخلاف حكم في تهامة اللي معروفة اليوم بمنطقة جازان، وبالتحديد من قبيلة بني الحكم من سعد العشيرة الغنية عن التعريف. خرج أجداده مع جيوش الفتح الإسلامي الأولى في عهد خليفة عمر بن الخطاب، واستوطن بني الحكم الكوفة مع بداية إنشائها مثل باقي القبائل من الجزيرة العربية اللي شاركت في هذه الفتوحات. ولكن بعد ما انتصرت جيوش الفتح الإسلامي وفتحت الشام، انتقلوا واستوطنوا في الشام وعاشوا فيها، وخلال سكنهم في الشام كانوا على أتم استعداد لأي خرجة للجهاد في سبيل الله مثل باقي القبائل اللي جت واستوطنت. طبعا كان بطلنا الجراح واحد من أبناء هذه العوائل، فدخل الجراح وانضم لقوات الجهاد في الدولة الأموية، فجد واجتهد وكان بطل وصاحب همة عالية، وكان بارز جدا في هذه الميادين، فبرز اسمه وسمعته وذاع صيته عند الأبطال والقادة بالشجاعة والقوة والهمة العالية والبسالة والثبات في الشدائد. فوقتها بدأ يصل اسمه إلى قصر الخلافة عند القادة والولاة، وصار يعلى ويتدرج في المناصب والمراتب لين صار من رجال الدولة البارزين، انضم لقوات الحجاج بن يوسف الثقفي. فلما تولى الحجاج بن يوسف الثقفي العراق، عينوا نائب عنه على البصرة، ومع ظهور ثورة بن الأشعث عبد الرحمن بن الأشعث في سنة 80 هجرية، كان الجراح من قادة جيوش الحجاج ضد هذه الثورة، فكان هذا أول ظهور عسكري بارز جدا للجراح الحكمي، وبالتحديد في معركة دير الجماجم بعام 82 هجرية، بسبب الدور الكبير اللي عمله عشان ينهي هذه الفتنة، فكان له بصمة واضحة وتأثير قوي في إنهاء ثورة ابن الأشعث. فكان عنده أقارب وأصدقاء في صفوف الثوار من قوات ابن الأشعث، وبحكم مركزه في جيش الحجاج استغل هذه النقطة بشكل كبير وجوهري، فصار يتواصل مع معارفه اللي يتبعوا ابن الأشعث، وبذل جهد كبير في أنه ينصحهم ويقنعهم بأنهم يبتعدوا عنه، وفي نهاية المطاف قدر ينجح في الوصول إلى مبتغاه. فتسبب هذا العمل اللي سواه الجراح بانفضاض عدد كبير من الثوار عن ابن الأشعث، فكان السبب في إضعاف قوته، ومنها قدروا يقضوا على هذه الثورة. ومع هذه الأحداث أو خلال هذه الأحداث توفي المهلب بن أبي صفرة، فعين الحجاج يزيد بن المهلب على خراسان. ولكن خلال الفترة ما بين 82 لغاية 85 هجري صارت حساسية كبيرة بين الحجاج بن يوسف الثقفي ويزيد بن المهلب، لأن يزيد كان يتوانى عن الفلول اللي بقوا من ثورة عبد الرحمن بن الأشعث، فهذا الشيء نرفز الحجاج جدا، فصار يحاول يقنع عبد الملك بن مروان في نهاية في آخر سنوات حكمه ما بين 86 في انه يعزل يزيد بن المهلب، وبالفعل قدر يقنعه وعزل يزيد وولى اخوه المفضل بن المهلب. وبعد فترة بسيطة في نفس السنة اللي هي 86 ولى قتيبة بن مسلم الباهلي على خراسان، فكان الحجاج يبغى يحبس يزيد بن المهلب. وخلال هذا الوقت كانت اسهم الجراح الحكمي في الدولة الأموية مرتفعة وسمعته طيبة جدا في قصر الخلافة، فبعد هذه المساهمة اللي بادر وجد واجتهد فيها وموقفه الفعال في إخماد فتنة ابن الأشعث، أعجب فيها الخليفة اللي كان وقتها الوليد بن عبد الملك، فعينوا الوليد رسميا والي على البصرة في سنة 87 هجرية، واستمرت ولايته للبصرة 6 سنوات. فلك أن تتخيل يا عزيزي المتابع أن الوقت اللي تعين فيه الجراح الحكمي على البصرة كان فيه ولاء أوزانهم كبيرة جدا ولهم مكانتهم الكبيرة في الدولة، فعلى المدينة المنورة كان عمر بن عبد العزيز، وعلى خراسان قتيبة بن مسلم الباهلي. فوصول الجراح لهذه المرتبة وهذه المنزلة في الدولة الأموية أمر عظيم جدا، وباستمراره لمدة 6 سنوات فهذا يعتبر دليل على أنه رجل إدارة بجدارة
جدارة، بالإضافة لجدارته في ميدان الحروب. المهم بعد ما صمم الحجاج على أنه يحبس يزيد بن المهلب، فالتجأ يزيد لسليمان بن عبد الملك، فسليمان توسط له عند الوليد بن عبد الملك فعفى عنه. ومرت الأيام وتوفى الحجاج في سنة 95 للهجرة. فلما تولى سليمان بن عبد الملك الخلافة من بعد وفاة الوليد، يذكر بأن قتيبة بن مسلم الباهلي انقلب على خلافة سليمان بن عبد الملك وعمل ثورة، لأنه يخاف من أن سليمان راح يعزله، والظاهر بالفعل أنه كان ناوي يعزله، ولكن انقلب عليه جنوده وقتلوه في خراسان بنفس العام. فبعد مقتل قتيبة بن مسلم الباهلي، ولى سليمان بن عبد الملك يزيد بن المهلب على العراق وخراسان، ومنها حرك يزيد جيوشه وفتح جرجان. فلما فتحها حب يعمل لنفسه بهرجة كبيرة بهذا الإنجاز، ويوصل صورة إنه قدر يحقق إنجازات ما حد قدر يحققها. فأرسل لسليمان بن عبد الملك تقرير يعلمه فيه بتفاصيل هذا الإنجاز وبالغنائم اللي غنمها، فبالغ جدا في الأرقام، يبغى يظهر في صورة بأبهى حلة عند الخليفة. لكن هذا الشيء فتح عليه أبواب مقفلة بنعرفها حبتين قدام. المهم وكان في نفس الوقت مضطهد آل أبا عقيل اللي هم من أسرة وجماعة الحجاج بن يوسف الثقفي، وفي نفس الوقت كان متزوج عند هذه الأسرة يزيد بن عبد الملك، أيوة أخو الخليفة. فكره يزيد بن المهلب وحقد عليه جدا، وكان ينوي عليه نية سودة إذا حصل سلطة عليه. فلما تولى عمر بن عبد العزيز الخلافة صار يفتش السجلات الأولى، عنده حساب وعقاب، من أين لك هذا يا حبيبي؟ يعني عمل عاصفة مثل اللي صارت قبل فترة من مكافحة الفساد. فاكرين الأرقام اللي بالغ فيها يزيد بن المهلب عشان يكشخ فيها؟ فلما جاء الدور عليه قالوا له فين هذه الأرقام اللي تقولها يا الحبيب؟ يلا حساب وعقاب. فحبسوا عمر بن عبد العزيز، وبعد ما حبسوا عين الجراح الحكمي على خراسان وسجستان سنة 99 هجرية، ولكن بعد فترة عزلوا عن خراسان. وبصراحة موضوع هذا العزل فيه كلام كثير ومراسلات بين الجراح وعمر بن عبد العزيز، وذكروا كثير مثل ابن الأثير في الكامل في التاريخ، ومحمد بن جرير الطبري في تاريخ الطبري، ومحب الدين الخطيب في كتاب الرعيل الأول وغيرهم. بس خلاصة اللي انذكر بأن الجراح كان شديد جدا على الناس، شديد وحازم لأقصى درجة، وسياسة عمر بن عبد العزيز في الحكم انه ما يبغى اي شدة فعزله. المهم بعدها بفترة بسيطة مرض عمر بن عبد العزيز، مرض وصار طريح الفراش، يعني على وشك يودع، وكان ولي عهد مين؟ يزيد بن عبد الملك. فلما وصل خبر مرض عمر بن عبد العزيز ليزيد بن المهلب وهو في السجن، قال يا حبيبي خلني اهرب من هذا الحبس وانفر بجلدي، ولا ذا لا تولى الخلافة يا عمي بيسلخني سلخ، اللي هو يزيد بن عبد الملك. وبالفعل قدر يهرب. فيزيد بن المهلب خلال هروبه كان يجمع قواته ويضبط اموره، ومنها توفى عمر بن عبد العزيز وتولى يزيد بن عبد الملك الخلافة. فهنا طلع يزيد بن المهلب بالثورة على طول على الدولة الأموية بعام 101 هجري، وقدر انه يستولي على البصرة وبعض المناطق من العراق والأهواز وخراسان. فأرسل يزيد بن عبد الملك جيوش جرارة عليها أخوه مسلمة بن عبد الملك، ومسلمة هذا كان مجنون وشرس ومطنوخ في الحروب لأبعد الحدود وكان عنيف. فأول ما وصل قبض على آل المهلب وأقسم انه راح يبيعهم كلهم، ولكن الجراح قال، وهنا كان لازم نتدخل، فتدخل في الموضوع وحاول يتوسط لهم عند مسلمة في انه يعفي عنهم ويطلق سراحهم، وقال له بما انك اقسمت خلاص انا بشتريهم ب100,000. 100,000 كان له وزنها في ذيك الايام، 100,000 مدري درهم ولا دينار والله. فكان يبغى يشتريهم ويطلق سراحهم، ولكن في النهايه مسلمه ما اخذ منه شيء واطلق سراحهم. وبعدها صارت معركه طاحنه مع قوات يزيد بن المهلب، انتهت بمقتله في عام 102 هجريه. وبعد هذه الأحداث توطدت واستتبت الأمور في الدولة الأموية، وبدأ توجههم للتوسع ناحية الشمال. وبالفعل في سنة 104 بدأت الجيوش الإسلامية تتحرك واجتاحت بلاد الخزر من أرمينيا، فتجمعت قوات الخزر بشكل مهول، وتعاون معهم قفجان وغيره من الترك، فصارت بينهم معركة طاحنة انهزم فيها المسلمين. فالخزر والترك لما شافوا نفوسهم انتصروا تطمعوا في إنهم يهجموا ويغزوا الدولة الأموية، وبدأوا يتجمعوا ويحتشدوا ويعدوا العدة. ولكن خلال ما هم يتجهزوا ولا يزيد بن عبد الملك الجراح بن عبد الله الحكمي أرمينيا وأذربيجان والقوقاز، وقال له تولى أمور الخزر والترك، شوف شغلك معهم، خصوصا بعد الغارات اللي كانوا يعملوها على الأمويين. فقال له تبشر ولا يهمك. وبالفعل استلم الجراح مهامه وحرك قواته وتصدى لهم واشتغلهم شغل نظيف، وكان يقود جيشه بنفسه، فكان يديهم هزيمة ورا هزيمة، لا عن خير خيرهم لا، وكان يهزمهم
منهم ويتوغل بالجيوش يفتح أراضيهم. فاستمر الجراح في توغله بهذه الجيوش الجرارة وانتشر خبره في بلاد الخزر، سبب لهم رعب. فوصل لمكان اسمه بردع أو بردع في أذربيجان وتوقف وخلى الجيش يريح فيها. وبعد ما ريحوا استمروا في مسيرهم وتوغلوا أكثر في أرض الخزر لين تجاوز نهر الكر. فلما تجاوز هذا النهر سمع بأن ناس من اللي معه من أهل ذيك الجبال يراسلوا ملك الخزر ويعلموه بمسير الجراح وتحركاته، يعني جواسيس. فالجراح خطير وداهية فحب يستفيد من هذا الشيء. إيش سوى؟ أمر القادة بأنهم يجمعوا الجيوش وينادوا فيهم ويقولوا لهم أنهم راح يبقوا هنا ويعسكروا كم يوم. فالجماعة كتبوا الملك الخزر بأن الجراح راح يعسكر وما راح يستمر في المسير. ولكن أول ما جاء الليل وأظلمت الدنيا حرك الجراح الجيوش وتقدموا حتى دخلوا مدينة باب الأبواب، اسمها باب الأبواب دربند في روسيا اليوم. ولكن تجمعت قوات الخزر وتحركوا لين التقوا مع المسلمين في نهر اسمه نهر الران، وصارت بينهم معركة دامية. وطحنوا الخزر طحن حتى لما انسحبوا لحقوهم المسلمين يقتلوا ويأسروا. فبعد ما انتصروا واصلوا مسيرهم لين وصلوا بلنجر، اعتقد اسمها كذا بلنجر، وفتحوها. وبعد ما فتحوا بلنجر استمر الجراح بمسيره بالجيوش وهم يفتحون الحصون حصن ورا حصن لغاية ما وصلوا تفليس. فلما قربوا منها خرجوا أهلها ومعهم ورقة أو وثيقة وقالوا هذا عهد كتب لنا في زمن عثمان بن عفان من القائد حبيب بن مسلمة. فاعتمدها الجراح لهم وجدد لهم العهد والصلح. المهم بعدها بفترة عزلوا يزيد بن عبد الملك، عزلوا عن الولاية. ولكن لما جاء بعده هشام بن عبد الملك في عام 111 رجعوا للولاية ورجع يستكمل التوسع والفتوحات في ناحية الخزر، خصوصا بعد ما رجع الترك والخزر وغيرهم من أهالي هذيك المناطق يهجموا ويغيروا على الدولة الأموية. فاستلم الجراح الكفة وبدأ المسير بالجيوش وواصل التوغل في هذه الأراضي وافتح مدن وحصون لين وصل مرج أردبيل. فبمجرد ما وصلوا لهذا المنطقة إلا وبدأ الخزر والترك وغيرهم من أهالي هذه المنطقة يتجمعوا، فصار تجمع عظيم جدا وشكلوا قوة كبيرة جدا جدا وجوهم بجيش جرار وضخم ومهول، وكانت قوات المسلمين أقل منهم بكثير. فهنا قرروا الجراح والقوات اللي معه قرار في قمة الشجاعة، قرروا أنهم يدخلوا معهم في المعركة ويحموا المناطق اللي فتحوها لغاية ما توصل قوات من دولة الخلافة وتأمنها. وبالفعل في عام 112 هجري الموافق 730 ميلادي صارت المعركة العظيمة المعروفة بمعركة مرج أردبيل، وصار فيها قتال دموي طاحن. المسلمين دخلوا فيها حياة أو موت، أكون أو لا أكون، فقاتلوا لين انقتلوا كلهم وانقتل الجراح في هذه المعركة. فيوصف المؤرخين هذه الليلة بأنها كانت ليلة سودة على الجراح والقوات اللي معه، لدرجة أنه كان يضرب فيها المثل من الشدة اللي فيها، فيقولوا ليلة كليلة الجراح، وكل يوم صعب يقولوا عنه يوم كيوم الجراح. حتى النهر اللي صارت عنده المعركة سموه بنهر الجراح، والجسر سموه جسر الجراح من القيمة الكبيرة لهذا الرجل. ومن المآثر اللي عملها الجراح في هذه المناطق خلال مسيره في الفتوحات، نظم أمور الأسواق والتجارة فيها وشغل فيها المحتسبين اللي تابعوا الأسعار وجودة البضائع ويمنعوا الغش، وضبط لهم الموازين والمكاييل في حياتهم، ووحد المكيال والميزان فيها باللي يتوافق مع المكاييل والموازين الإسلامية المعروفة. فيذكر البلاذري أنه لما زار هذه المناطق شاف أهلها يستعملوه ويسموه المكيال الجراحي. المصادر والمراجع هذه الأحداث في نهاية الفيديو. وفي الختام نقول مثل ما نقول دوما يا عزيزي المتابع، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.